إذن بحيي كل يلي انضموا لنا هلا صباح الخير عن جديد ومع ريوة على صحة السلامة. فيكم تتصلوا فينا، ارقام التليفونات قدامكم على الشاشة طبعا، تسألوا أي سؤال بيتعلق بالصحة. صباح الخير ريوة. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. مثل ما قال جوزيف، نحن ناطرين اتصالاتكم واسئلتكم وكمان اقتراحاتكم لمواضيع، اذا بتحبوا في مواضيع معينه بتحبوا انه اتطرق لها واحكي عنها. عمرها 22 سنه، شعرها كثير عم بخف عن جديد، قالوا لها تحط زيت خروع، هل هالشي صحيح او في طريقه ثانيه؟ اوكي، هلا زيت الخروع بالاجمال هو عنده الخاصيه انه يكون لاكزاتيف، انه مسيل ل او مثل نوع من مسهل للمعده بحالات الامساك. في كثير دراسات، يعني انا طلعت على ريبورتس وتقارير من مراجع طبيه بيقولوا ما في، يعني اذا فينا نقول ايفيدنس او دليل طبي واضح انه استعمال زيت الخروع بيزيد من كثافه الشعر. لكن قالوا كمان بالتقرير انه في كثير تستيمونيالز، في كثير اشخاص ادلوا بتجربتهم انه زيت الخروع ساعد على انه الشعر يطول بسرعه اكثر، يطول اكثر، ولكن مش بالضروره كثافه الشعر او غزاره الشعر تزيد. فاللي بقدر اقول لك اياه، فيك تستعملي، فيك تجربي زيت الخروع، فيك تجربي كمان زيوت كثير ثانيه معروفه عندها فوائد للشعر، مثل زيت اللوز، مثل الكوكونات اويل، زيت جوز الهند، ففيك تعملي خليط من عده زيوت. لكن الاهم بالموضوع انا بدي اياك تراقبي انه اذا هر الشعر عم بيخف مع الوقت، يعني عم بيتحسن شعرك، عم بيتحسن مع الوقت وعم تشوفي عم بيرجع يطلع شعر جديد وعم بيخف هر الشعر، فاذا كل شيء اوكي، بتكون مرحله ومرقت. لكن اذا استمر هر الشعر، هون بدي اياكي اكيد تشوفي طبيب الفاميلي دكتور او طبيب العيله او الصحه العامه، لنشوف اذا في سبب لتساقط الشعر، نقص معين بفيتامينز، بمعادن، مشاكل بالغده، اي اسباب تانية، فقر دم، اي سبب تاني ممكن ادى لهر الشعر، بدنا نعرف شو السبب من الداخل. نعم. سؤال تاني، انا بدي اسال عن دواء منع الحمل اذا بيزيد الوزن، ايه او لا؟ نعم، البيلز، حبوب منع الحمل، اول ما بلشت ثوره البيلز بالستينات كانت هيدي يعني نقله نوعيه كبيره بموانع الحمل، وخصوصا اجا ضمن سياق تحرر المراه والحريه الجنسيه وكل هالامور هيدي. هلا بالاول كانت حبوب منع الحمل تركيبتها مختلفه عن هلا، معدل الهرمون فيها اعلى، فكانت فعلا تسبب زياده بالوزن، لكن هالزياده بالوزن بتكون نتيجة فلويد ريتنشن، اللي هي حبس للسوائل أو حبس للمي، مش بالضرورة زيادة فات أو دهون بالجسم. ما بيطعم زيادة، لا مش بالضروره، بصير فيها الفلويد ريتنشن او حبس للسوائل والماء. هلا البيلز الجداد عم بيكون معدلات الهرمونات فيها كثير اخف، ويعني اذا فينا نقول الطف، ولكن بعدها ممكن تسبب هالفلويد ريتنشن اوقات. اوكي، بدي اكمل بس الجواب. فبدك تعطي حالك 3 اشهر، يعني اول ما تبلشي تستعملي البيل بدك تعطي حالك اول 3 اشهر، اذا لقيتي فيها الزياده بالوزن مثل ما قلنا نتيجه الفلويد ريتنشن او حبس الماء، فيك تشوفي مع طبيبك او طبيبتك اذا في بيلز تانيين، لانه مش كل انواع البيلز او كل البيلز تركيبتهم وتركيز الهرمونات فيهم نفس الشيء، فبالتالي بترجع تحكي مع طبيبك او طبيبتك لحتى تشوفي نوع تاني من البيلز. لكن ما في خوف، لما بنوقف البيل خلال فتره قصيره بيرجع. قبل ما ناخذ بريع على السريع، بيقولوا الصبايا اللي عندهم تخربط بالهرمونات بالدوره الشهريه بياخذوا منع الحمل طبعاً. وبنسمع كمان قصص شائعه، ما بعرف اذا مزبوطه ولا غلط، انه بيعمل نشاف للرحم بالنسبه اذا بتتزوج وتجيب اولادها دغري على السريع، مزبوطه او خليني اجاوبك. هلا الصبايا اللي عندهم مشاكل بالدوره الشهريه ممكن، بس هون طبعا نحكي وصف الطبيب، مش نحن بنقرر ناخذ البيلز، وصف الطبيب لتنظيم الدوره الشهريه اكيد ممكن، والطبيب بيتابع هالموضوع، هل بتسبب نشاف او قصص انه صعوبه بالانجاب؟ لا، يعني تبينت الدراسات انه استعمال حبوب منع الحمل ما لها علاقه بانه يصير في مشكله بتاخر الانجاب، وخصوصا انه لما بنكون ضمن مراقبه طبيه وعم ناخذ بالطريقه الصحيحه والجرعه الصحيحه. ناخذ ماري. صباح الخير ماري. الو بونجور. اهلا اهلا ماري، كيفك؟ بونجور مدام ربا. نعم اهلا ماري. عندي بنتي عمرها 26 سنه. نعم. عم بصير عندها حكاك براسها، يعني عم جابت عده انواع شامبوان لحتى تشوف بركي من الشامبوان يلي عم تستعمله من البرودوي اللي عم تحطه على راسها. نعم. ما كان يفيدها شيء.
يعني حكيك بتضل تحك جلدة راسها. هلا هي غيرت جو، كانت عم تدرس برا واجت على لبنان. هلا يعني ما بعرف اذا الاعتقاد من المي، هلا نحن مفروض نروح عند ديرماتولوجيست اكيد اكيد ايه اكيد، بس في شيء خطر يعني لا مش بالضروره يكون شيء خطر، ممكن بكل بساطه جلده الراس او فروه الراس منشفه، في نشاف بفروه الراس فبتسبب هالحكه هاي، ممكن نوع من الالرجي او الحساسيه عم بتكون على شيء معين، غيرتوا الشامبو لكن في امور ثانيه ممكن عم بتسبب موجودة. فانا برايي اكيد مثل ما قلتي لازم تشوفوا طبيب جلد ليتحدد السبب، بس مش بالضروره يكون شيء خطير. لا في حالات كمان بنسمعها ما بعرف اذا بتستفيد منها، انه انا سمعتها بالحالات اللي هي وقت تتحمم مي سخنه الواحد ويظهر على هواء بارد او على منطقه اسقع، هالشيء بياثر الحكه والقشره؟ لا هي المي السخنه، المي السخنه بتنشف الجلد، فمن هيك بنقول انه لما بدنا نتحمم بالشتويه تكون المي سخنه لكن مش كتير سخنه، يعني مش كتير مش كتير سخنه، وما يكون وقت الدوش او وقت الحمام كتير طويل، لانه كل ما قضينا وقت بالمي السخنه كل ما رح ينشف الجلد. من هيك ترطيب الجلد ضروري، واكيد ترطيب فروه الراس، وهيدي بتكون باستعمال الشامبو والكونديشنر الصحيح. لكن هي هون طبيبه الجلد بدها توجهها او طبيب الجلد للشيء المناسب لفروه الراس. رنا صباح الخير. رنا الو بونجور. اهلا رنا كيفك؟ الحمد لله. تفضلي. في احكي مع مدام روى؟ تفضلي. اهلا رنا كيفك؟ الحمد لله. تفضلي. مدام روى، هديك الاسبوع انا حكيتك وقلت لك عن جوزي وقت الاكل بيض ودبس وصار معه هيك بقلبه وهب جسمه وداخ. نعم. اما بعد 4 ايام رحنا عند الدكتور قال له بكون طلع الضغط معك. قال له هات لاخذ لك ضغطك، ام قال له ما بدي بخاف. هو بهاي اللحظة أخذ له ضغطه رجع الحكيم، قام طلع 9 على 15. نعم 9 على 15 15 على 9 قصدك؟ الواطي 9 و15 والعالي 15. أي. ايه عالي شوي. عالي عالي يعتبر. ايه شو طيب. يعني هلا قال له طلب له فحوصات ما بده يعمله. ليه؟ خايف. لا بدك تحكي معه. اول شيء بالنسبه للضغط، هلا انقاس مره وطلع عالي، لكن هي ما بتكون مؤشر وحيد، يعني هون الطبيب اكيد بده يراقبه ويشوف، يمكن بينطلب على كم يوم ينفحص الضغط وباوقات مختلفه لنشوف انه الضغط عالي او لا. بعدين بدي الفت لك نظرك لشغله، اذا زوجك كان متوتر وما بده ياخذ الضغط، وحده من الامور اللي كثير مهمه قبل ما نقيس ضغطنا انه اذا كنا رايحين على المختبر او على العياده مشي او طالعين درج عاملين مجهود، بدنا نقعد على الاقل 20 دقيقة نرتاح شوي قبل ما نقيس ضغطنا، ما نكون دغري جايين عاملين مجهود ونقيس ضغطنا لانه رح يطلع مرتفع. اذا كنا معصبين متوترين كمان هيدا الموضوع بيأثر، بيطلع الضغط عالي. انا برأيي ارجعي بيكون في اذا في صيدليه حدكم او طبيب حدكم ينقاس الضغط عده مرات على كم يوم وسجليهم وفرجيهم للطبيب مره ثانيه، واذا طلع الضغط مرتفع والفحوصات لازم ينعملوا، اكيد انعي لزوجك انه لازم ينعملوا، ما بدنا نخاف، لانه الخوف انه ما نعمل الفحص أسوأ بكثير وتبعاته اكثر بكثير من انه نعمل الفحص ونعرف شو فيه ونعالج. وانا بدي لك يا رنا هون ما بدك ريوصر، بدك ماية تقنع جوزك، لانه بده شيء عنده خوف من المرض، مش هيك ما عم يرضى ياخذ ضغطه ليعمل فحوصات. دائما دائما بدنا نكتشف المرض عبكير، اسهل لو شو ما كان خطوره المرض اسهل علاجه من ما انه نتخبى ونتاخر ويرجع بعدين يكون الوضع اسوء. ليلى صباح الخير. ليلى بونجور. اهلا ليلى. يعطيكم العافيه. الله يعافيك، تفضلي شو سؤالك؟ بدي اسال مدام غوا اذا في مجال اكيد عن الانتي ديبريسور. نعم. اذا فينا اذا قطعناه فتره فينا نرجع عليه بسهوله منا لوحدنا، ولا بدنا نراجع طبيب او حدا؟ لا افضل نراجع الطبيب افضل. طيب واذا الانتي ديبريسور بيجي وقت ما بيقعد يعمل مفعول قبل بننتقل لشيء اكبر، يعني يعطونا شيء عيارات زياده او شيء؟ هلا ممكن هون الطبيب بيحدد، يعني مرات يا بيغير نوع الدواء يا بيغير الدوز يا بيطلب يكون في سايكوثيرابي، يعني علاج نفسي مع هالدواء هيدا، سو هو الطبيب هو اللي بيقرر.
بس اكيد ما بترجعي للدواء لوحدك افضل. وبعدين كثير مهم بدنا ننتبه للادويه الانتي ديبريسنت انه لما بدنا نوقفها في لها طريقه معينه لنوقف الدواء، يعني مش انا اليوم عم باخذ الدواء بكره الصبح في ببطل باخذ الدواء، في له طريقه تدريجيه لتوقيف الدواء لما يعمل سايد افكت. فهدول كلهم تحكيهم مع طبيبك، وانا برايي افضل تراجعيه اذا حسيتي انه منك مرتاحه هلا وبحاجه لترجعي تاخذي دواء. اني صباح الخير. الو ايه اني بوجور. اني سمعتينا؟ هاي اني. صباح النور. صباح الخير، كيفك؟ بدي اقول لك مدام ريوا. الو الو ايه اني عم بسمعك، تفضلي. عم تسمعينا؟ إذا بدك عودي الاتصال لأنه شكل الاتصال منه واضح أبدا. قديش مخاطر الضغط بتوصل لمرض السكري؟ في تشابك صحي؟ وهل في تشابك صحي؟ سؤال كتير مهم، لأنه الأشخاص اللي عندهم سكري وما عم بينتبهوا لضغطهم وصار في ارتفاع بالضغط، ارتفاع الضغط وعدم مراقبته وعلاجه بطريقه صحيحه بيزيد من مضاعفات السكري، وهي الديابيتك اي، يعني مشاكل بالعين من السكري، مشاكل بالكلى من السكري، ومشاكل بالقلب والشرايين من السكر، وكمان من ارتفاع الضغط. فاذا الاشخاص اللي عندهم سكري كثير بدهم ينتبهوا للضغط ويراقبوه، هيدا من ضمن المانجمنت او من ضمن ضبط واداره السكري انه نقيس ضغطنا، واذا في ارتفاع بالضغط نعالجه لحتى، وطبعا مع الحفاظ على معدل سكر مثل ما لازم بالدم ومراقبته بطريقه صحيحه لنتفادى مضاعفات السكري اللي هي بتاثر على الشرايين الدقيقه وعلى شرايين القلب كمان. ست سعاد صباح الخير. اسمعينا من التليفون احسن من التلفزيون حتى ما يصير في رتور. ست سعاد صباح الخير. سعاد مش عم اسمع صوتي. اتصالات غير واضحه، بدي اطلب من المشاهدين بيتصلوا يسمعونا من التليفون اذا ممكن. طبعا لنكمل بقصه السكري، يعني انت قلتي لانه في تاثير على الشرايين والسكري كمان 29 ممكن يعمل هالمضاعفات كنت عم تحكي عنها، طبعا ولكن هل هو حكما الضغط بيودي لسكري له عليه شيء؟ لا لا علاقه مباشره، الشخص اللي صار عنده ضغط حكما رح يصير عنده سكري. لا لكن الشخص اللي عنده سكري اذا ما انتبه لضغطه حكما المضاعفات رح تزيد، رح حدتها رح تزيد. فاذا اللي عنده سكري بده ينتبه لضغطه كثير ويتابع. خلينا ناخذ ست سعاد عن جديد. صباح الخير. ست سعاد وطي التلفزيون. ما تسمعينا من التلفزيون. اوكي. ها؟ اهلا. كيفك؟ ما رح يمشي الحال لانه في رتور بالصوت كثير قوي. معلش خلينا ما ناخذ الاتصال لانه حتى يكون عندنا وقت. طيب أوكي. بس في قصه عم نحكي ما بيودي الضغط للسكري، بس الكوليسترول بيوصل للسكري ممكن اللي عنده مرض مضاعفاته بتوصل للسكري شيء؟ الكوليسترول مش لا ما كمان منه مسبب مباشر، لكن هو لما بدنا نعالج الميتابوليك سيندروم او هن عده عوامل مع بعض بياثروا على صحه القلب والشرايين اللي هن السكري، الضغط، الكوليسترول، تريجليسيرايد، هدول كلهم بياثروا على صحه القلب والشرايين. من هيك لانه الضغط بياثر على صحه القلب والشرايين وبيسبب تصلب بالشرايين وبالتالي بيسبب عندنا مشاكل بالقلب، يا اما ذبحه قلبيه يا اما سكته او غيرها، والسكري كمان بيأثر على الشرايين ومنها بيسبب مشاكل بالقلب مثل ما قلت، بيسبب مشاكل بالكلى ومشاكل بالعين كمان الشرايين الدقيقة. مشان هيك هالأمور هيدي بدنا ننتبه لها. فكل شخص عنده سكري الضغط بده يتراقب حكما ضمن العلاج. وأصلا الضغط نحن هيدا كتير مهم نقطة جوزيف عم تحكي عنها، أنه الضغط نحن بننسى نقيسه. يعني حتى في هلا توصيات انه عند الاطفال لما بيروحوا عند طبيب الاطفال بيدياتريشن يقيس الضغط يعني للولد. يعني هن بيسموه الامراض الصامته، السكري، الضغط والسرطان، يعني هو ثلاث امراض اللي هن بيقولوا امراض صامته. يعني قديش هن خطرين. طبعا فالضغط لازم ينقاس من عمر صغير ونراقب قديش شخص معدل الضغط عنده ونشوف اذا في اي تغير على صحه السلامه. لانه مرض صامت مثل ما قلت ما ببين له عوارض. خلينا ناخذ ايمان. ايمان صباح الخير. اهلا ايمان تفضلي. في احكي مدام روان؟ فيك تحكي طبعا، تفضلي ايمان. بونجور مدام. اهلا ايمان. بدي اسالك عن ادويه الهرمونات.
هلا في كريم للهرمونات طبيعي الواحد يستعمله او في له مشاكل؟ قصدك يعني بمرحلة المينوبوز يعني ما بتنقطع الدورة الشهرية كريمات بتنحط؟ ايه قبل ما تنقطع. هلا ببلش انا مبلشي معي من هلا يعني. انت هلا بلشت تتلخبط الدورة؟ بتلخبط وعندي عوارض انه عم تصيبني عوارض مش طبيعية كمان. عوارض المينوبوز. ايه. اوكي. هلا هي ضمن الهرمون ريبليسمنت ثيرابي او العلاج الهرمون البديل اللي هي منعوض نقص الهرمون اللي عم بيصير بهال، ممكن تكون كريمات، ممكن تكون باتشز، لزقات، في عندها عده اشكال. اول شغله ايمان بدك تكوني حكيتي مع طبيبك او طبيبتك، اوكي، النسائي او الصحه العامه، بدنا نشوف شو عندنا ريسك، شو عندها ايمان عوامل خطوره لسرطان الثدي وامراض سرطانيه، لانه التوصيات بتقول انه استعمالها الهرمونات هيدي بحال سمح الطبيب انها تستعمل بدها تكون لفتره معينه لتتخطي هالعوارض اللي عم تزعجك من المينوبوز، يا اما الهوت فلاشز، هالهبات السخنه، يا اما التعرق، يا اما هالامور هيدي، وبعدين بتتوقف. وفي سيدات ما بينصح ابدا باستعمالها لانه عندهم هيستوري او تاريخ بعائلتهم لسرطان الثدي، فكتير مهم تكوني حكيتي مع طبيبك، درستوا الموضوع من كافه جوانبه وشفتي اذا انت بيسوالك تستعملي هالهرمونات او لا، او اكيد تكون تحت مراقبه طبيه بالنسبه للدوز، كيفيه الاستعمال وقد ايه الفتره الزمنيه. وسلامتك. شكرا روى، بنشوفك بيوم ثاني بريك اكيد يوم الاربعاء. خليكم معنا.